السلام عليكم. اليوم نروح لولاية عم بواقي على مستوى بلدية عين مليلة لنقف على المشروع نتاع المصنع لإنتاج الأدوية لمعالجة أمراض السرطان، وهذا اللي يعتبر أول مصنع في الجزائر يختص في إنتاج الأدوية لمعالجة بعض الأمراض السرطان. وإذن هذا المصنع الذي تم افتتاحه من طرف تشينه من طرف الوزير الصناعة والصناعة الصيدلانية السيد علي عون بمعية والي ولاية أم بواقي، واللي الآن فيه طلب كبير على هذه الأدوية، وخاصة يعني في التصدير نحو تونس وليبيا، اللي الآن تم الانطلاق في العملية تاع تصدير شحنة من هذه الأدوية إلى تونس وكذلك إلى ليبيا. إذن خليكم تابعوا الفيديو حول هذا المشروع اللي انطلق في يعني في الإنتاج هذه بضعة أشهر الآن، يعرف إذن عملية أولى العملية تاع التصدير نتاعو. نخليكم تتابعوا هذا التقرير حول إذن المصنع الجديد لإنتاج أدوية لمعالجة أمراض السرطان، واترككم تتابعون إذن هذا التقرير، والسلام عليكم. إنتاج المواد الصيدلانية عرف قفزة نوعية بولاية أم البواقي، خاصة بعد فتح وحدة جديدة لإنتاج الأدوية المضادة للأورام السرطانية بمنطقة النشاطات بعين مليلة. هذه الوحدة التي تضم وحدتين، وحدة انجكتابل، وحدة لصناعة الأقراص مضادة للسرطان بقدرة تشغيلية لحوالي 20 منتوج، كما يتم تشغيل حوالي 100 عامل. اليوم واحد من هذا التسعة، اليوم أطلق هذا الإنتاج لإحساس المصادقة يعني لأشكال الحقل لأدوية مضادة للسرطان، أدوية جد مهمة لأنه هي أدوية قاعدية مستعملة في البروتوكول العلاجي للمرضى. لازم نعرفوا بلي هذا النوع من الأدوية عرف توترات عندما كنا في مرحلة كوفيد يعني على المستوى العالمي. هذه الوحدة الإنتاجية تضاف إلى وحدات أخرى بدأت في تصدير منتجاتها بذات المجمع، فهذه الشحنات التي تقارب 1.5 مليون وحدة من القفازات الطبية موجهة إلى دولة تونس، على أن تليها عمليات أخرى في قادم الأيام. هذه أول معاملة إن شاء الله لخارج اليوم نهار 1 أوت، هي كونتينر في ليغون غولاتيز غونتريل، وإن شاء الله باش يكون حجم المعاملات نتاعنا كبير برشا ما بين تونس وجزائر، باش يكون فما ان كونتينر كل 15 يوم باش نوفقوا نوصلوش معناتها الى 70 او 65% من السوق التونسية ان شاء الله. سيكون هناك تعاون مشترك بين الجزائر وبين ليبيا في الحصول على هذه الادويه، وخاصه ادويه الاورام، حتى نقفل السكه بيننا وبين الاستيراد الادويه من الدول الاخرى سواء كان الاسيويه او الاوروبيه. وهذا يدخل في اطار تشجيع الصناعات الوطنية والعربية بين الدول المغرب العربي. ولاية أم البواقي تعرف يعني قفزة نوعية في مجال الصناعة والاستثمار بنوعي بصفة عامة، هنا نحن كسلطات محلية نعمل على مرافقة كل الصناعيين، كل المستثمرين الذين يرغبون في تنمية هذا المجال الصناعي الذي يخدم الوطن أولا ولاية أم البواقي في مجال خلق الثروة. الاستثمار في إنتاج المواد الصيدلانية وولوج الأسواق العربية والإفريقية هو ما يسعى إليه قطاع الصناعة بولاية أم البواقي.